بدينا تنشهدوا هذه المواضيع ديال الهجره في المنازل ديالنا في المواقع الاجتماعيه، بدينا تنتخلعوا بدينا تنتفاجئوا تنقولوا ربما يكون حتى الابناء ديالنا غادي تما يهاجرونا، ولا المواطن بقى تيخاف على وليداتو، بقى تيقول ربما ولادنا. حنا ولينا تنشوفوا هذا الاكتظاظ وهاد الفاجعه اللي وقعت في مدينه القصر الكبير في الساكنه البريو، بان الوليد عنده 16 سنه 15 سنه، وتبارك الله الاسره ديالو تتمنى يكون عندها محامي استاذ هادي، ولا تجابوا له الجثه ديالو تحرق في البحر. ولينا تنشهدوا هذا الشيء هذا ولا بالاكتظاظ، وهذا الشيء هذا هو السول الحل. الحاج جدري ما عرفناش هذه السياسه اللي غاديه بها الدوله هذه، فتحت هذه الهجره السريه لهاد الشباب الاغلبيه قاصرين، حتى كان غير الانسان عنده سن رشد يتحمل المسؤوليه ديالو، وما حقه يمشي ولا شغلو هذاك يمشي للجنيد ولا يمشي للعسكر ولا يحرك ولا هذه. ولكن تنتفاجئوا بان الناس ولات تسخف على وليداتها، ولا هذا الشيء هذا باكتظاظ الاخص من منطقه الشمال. حنا نشوفوا هاد الناس جهه المسؤوله تنوض وتجند، وحنا كمجتمع مدني كمواطنين ديال الساكنه القصر الكبير عندنا غيره على الابناء ديالنا وليداتنا اللي تنشوفهم تيهاجروا. فعلا الشغل ما كاينش، فعلا البطاله بالاكتظاظ، فعلا فرص الشغل بالاخص مدينه القصر الكبير والشمال هذاك الشيء راه غريب. ولينا تنشوفوا بنادم الوسيله الواحده تيشوف هي الهجره السريه. حنا تنحاولوا ما امكن يفتحوا فرص الشغل مدينه القصر الكبير، رانا تكون على يقين حتى شي واحد ما يبقى فيها الا ما كانش البائع متجولين، ولا ما كانش الناس تتبيع وتشري هدايا، راه ما عندها فين تمشي. مدينه القصر الكبير الحاضد، وصلت للحاضد. ملي شفت يعني مؤخرا في واحد شارت فيديو مجموعه ديال الشباب يعني في واحد القريب كيتكلموا على الهروب من التجنيد، وبالتالي فهذا كذلك سبب من الاسباب اللي كيجعل هذه الفئه هذه انها تفكر تهاجر. اذا حنا في حاجه ماسه لهاد الوليدات هادو، وبالتالي خصنا يبقاو في ارض الوطن ويخدموا الوطن، وهذه القضيه هذه هم يعني كل المغاربه، وبالتالي يجب تضافر الجهود بما في ذلك جميع القطاعات سواء الاعلاميه او المؤسسه التعليميه او جميع من قادر انه يساهم في حل ديال هذا المشكل من اجل يعني التصدي لهذه الظاهره هذه، واللي هي كتسمس يعني بالقيمه ديال المغاربه، خصوصا ان هذا الشيء هذا كيوصل يعني للمجتمعات اخرى، وبالتالي تاخذ واحد النظره سلبيه على المجتمع المغربي. اذا كنتمنى على ان يتم يعني واحد الحراك يكون قوي بواحد الشكل مستعجل للاحاطه بهذا المشكل هذا وايجاد الحلول الانيه. موجه الهجره ديال الاطفال والشباب اللي كتاثر على غتاثر بزاف على المستقبل ديال الوطن، خاصه اننا كنضيعوا واحد الفئه كبيره ديال الشباب ديالنا اللي كيمشيو للبحر وكيمشيو يموتوا وكيمشيو يحرقوا كيمشيو يعيشوا في اوروبا على امل تغيير الوضع، لان الوضع الافاق المستقبلي ديال المغرب كل شيء ولا مسدود، كل شيء ولا كيشوف المستقبل قاتم مظلم، خصو كيقلب على شي حاجه احسن في اوروبا، وخاصه في اسبانيا اللي قريبه للمغرب. وحنا كنشوفوا كل يوم كنسمعوا الالاف ديال الناس اللي كيموتوا اللي كيمشيو ضحايا ديال هاد الموجه ديال الهجره ديال الحريق بطريقه عشوائيه. كموضوع الساعه اللي كيتعلق بظاهره الهجره السريه وخاصه في فئه القاصرين، كنلاحظوا ان تزايدت بشكل كبير جدا خاصه في هذه الاونه الاخيره، وهذا راجع بالاساس الى ان فئه كبيره الان من هذه الفئه هذه او في هذه الفئه هذه انها بدات كتشوف بان الافاق منعدمه بالنسبه لي، لان ما كنتصوروش ان واحد الطفل مازال يعني ما وصلش لواحد السن ديال النضج انه يغامر بنفسه ويركب في واحد الظروف اللي هي ظروف صعيبه بزاف باش يوصل للضفه الاخرى. وهذا خص يطرح سؤال على المسؤولين، كيفاش انه يمكن نحاربوا هذه الظاهره هذه، وخاصه ان في واحد الفئه اللي فئه كنعرفوها ان فئه لمستقبل البلاد يعني فئه الجيل الصاعد، وهذه الفئه هذه بشكل كبير انها يعني مازال كتقرا في المدارس، مازال يمكن حدا فرص القدام، ولكن مع ذلك انها اختارت انها تهاجر من المغرب. اذا السؤال كيتطرح هنايا، علاش هاد الناس هادو ولا هاد القاصرين هادو انهم فضلوا هاد الخيار هذا رغم الصعوبه ديالو رغم الخطوره ديالو؟ اذا بالتالي المسؤولين الان هما مطالبين بالاجابه على لماذا هاد الفئه هذه بدات الان كتوجه وبدات الهجره في واحد الوقت كنا كنعرفوا بان الهجره السريه كان كيمشيو لها بعض الناس اللي هما يفقدوا الامل نهائيا، ولكن الفئه ما بين
قل من 18 عام انها تختار هذا الخيار. هذا واحد التغير كبير جدا في مسار ديال الهجره السريه في المغرب. الموضوع ديال الهجره السريه موضوع الساعه، يعني ما كاينش البيت اللي ما كيتكلمش على الهجره السريه. مشكل خطير، وانا كنحمل مسؤوليه الدوله، ثاني الاباء، يعني ولينا كنشوفوا تقريبا اي بيت كيهضر على خصو يحرق، اي دار في السوق في سميتو في اي بلاصه. حنا في الرياضه دابا حاليا تقريبا الله صل عندنا خوات من الرياض كلشي يحرق، يعني على القصيري دري الصغار من 14 لتحت. مشكل كبير، خصنا الحل. شنو هو الحل؟ ما نبقاوش غنهضروا، الهضره ما عندها حتى شي معنى. خصنا الحل. الحل هو الدوله خصها دير تحرك، المجتمع المدني خصو هو يتحرك. حنا حاليا كنفكروا درنا واحد الجمعيه ديال الطفوله، كنفكروا باش نخدموا في هذا المجال هذا، ولكن صعيب كيدير تخدم. مشكل عويص. انا كنلخص، الدوله خصها تحمل المسؤوليه ديالها، والوالدين حتى هما خصهم يتحملوا المسؤوليه ديالهم. هذا هو الكلام ديالي الاخير. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.